حضراتكم مش هكون ببالغ لو قلت ان انا 106 مليون مواطن مصري حاليا في جميع محافظات مصر عنده حالة قلق. استوديو هنا عندنا حالة قلق، كنترول روم انا والضيف النهارده برضو عندنا حالة قلق. طبعا القلق لانه منتخب مصر الوطني بيلعب مع غينيا بيساو، وحضراتكم كان الشوط الاولاني انتهى بهدف لغينيا بيساو، واحنا دلوقتي بنلعب ناقص تقريبا 8 دقايق حضراتكم بفضل الله النتيجة 1-1. ضيف اللي منورني في الاستوديو الاستاذ والكابتن عوني نافع الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري والعربي بخير وصحة وسلام، ويا رب ايامنا اعياد في اعياد وتكمل فرحتنا النهاردة بمنتخبنا الوطني. انا اي نعم، انا وانت عايزين نتفرج على الماتش بس طبعا توقيت البرنامج وعايزين نقول حضرتك تابعت طبعا الماتش ايه الشوط الاولاني تعليقك ايه بشكل عام؟ تمام. طبعا احنا دلوقتي ناقص 5 دقايق والنتيجة تقريبا ما بين منتخبنا الوطني الاول امام منتخب غينيا بيساو، النتيجة التعادل ايجابي 1-1. طيب الشوط الاول نتكلم، لم يحضر المنتخب الوطني الاول ولا جهازه الفني ولا لاعبيه الى ملعب 24 سبتمبر في غينيا بيساو، كان اداء متراخي تماما، ما كانش في حضور للعيبة، ما كانش في ثقة، ما كانش في اداء، كان في تباعد بين كل اللعيبة. يمكن حتى بمرور الوقت في الدقيقة 34 نشط لعيبة غينيا بيساو وسيطروا على اللقاء واضعوا اكتر من فرصة محققة للتهديف، استغلوا طبعا ما كانش في حضور خالص للعيبة خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية اللي كانوا بعداء عن مستواهم، وايضا الاخطاء الدفاعية لثنائي الدفاع النهاردة اللي كانوا موجودين رامي ربيعة وجنبه محمد عبد المنعم. ده راجع لايه يعني؟ حاسين ان هم كده كده خلاص؟ انا يمكن الشوط الاول ما شفتش المنتخب، شفت تيشيرتات المنتخب هي اللي كانت موجوده في الملعب، وبالفعل نجح منتخب غينيا بيساو في الدقيقه 41 طبعا من احد الهجمات انطلق طبعا بابا بالدي طبعا وسط الدفاع الخاوي للمنتخب الوطني الاول وراوغ اكتر من لاعب ودخل يمكن منطقه الجزاء، انا بعتبر ان هو هدف عشوائي اهداه له طبعا رامي ربيعه مدافع المنتخب الوطني، سددها بسهولة طبعا على يسار طبعا محمد الشناوي وتقدمت غينيا بيساو وسط ذهول تام للكابتن حسام حسن وجهازه الفني، وانتهى الشوط الاول بتقدم غينيا بيساو. يمكن زي ما انا قلت لك الشوط الاول منتخبنا صحيح لعب بطريقه 4-3-3، يمكن النهارده قعد امام عاشور على دكه البدلاء، لعب بتشكيل مكون من الشناوي ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وظهري الجنب محمد حمدي اللي لعب النهارده كباك شمال صريح، والناحيه اليمين كان فيها محمد هاني، وكان عندنا 2 ديفندر النهارده عكس مباراه بوركينا، يمكن في مباراه بوركينا لعب ب3 ديفندر، لا النهارده لعب ب2 عشان يدي فرصه اكتر لزيزو وتريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد صلاح للنواحي الهجوميه، لكن عكس ما حصل في مباراه بوركينا فاسو اللي احنا يمكن في اول 5 دقائق جبنا فيها هدفين. النهارده لا، رغم التشكيل الهجومي كان ادائنا متراخي، منتخبنا كان غير حاضر، شخصيه لعبتنا ما كانتش موجوده في ملعب 24 سبتمبر. انتهى الشوط الاول بتقدم غينيا بيساو بهدف للا شيء. بدون قطع كلامك كابتن عوني، هل ممكن يكونوا تعبوا؟ هم اوريدي طلعوا يوم الخميس، لعبوا يوم الخميس، طلعوا بسرعه على السفر بسرعه بسرعه يلا، يعني هل ده و8 ساعات سفر هل ده مبرر ان هم يلعبوا في الشوط الاولاني بالشكل ده؟ لا. ليه بقى؟ الشوط الثاني انا جاي لك في الكلام، ظهر الشوط الثاني مع تغييرات الكابتن حسام حسن، سواء التغييرات الاضطراريه بنزول اوفا مكان مصطفى محمد اللي خرج للاصابه او امام عاشور اللي حرك المباراه تماما وحول كافه اللعب ناحيه الناحيه الهجوميه، وسيطر المنتخب الوطني عن طريق ظهري الجنب محمد هاني ومحمد حمدي اللي شفناهم لاول مره مع زيزو وصلاح وتريزيجيه، شفناهم لاول مره بيدخلوا منطقه جزاء غينيا بيساو، ووضحت شخصيه المنتخب، وضحت فرق اللياقه البدنيه لصالحنا، ودي كان عامل ايجابي. توغل امام عاشور اللي نزل بديل النهارده وكان زي ما انا قلت لك كبسوله الشفاء اللي اعادت الرونق واعادت الحيويه للمنتخب الوطني الاول، وسيطر منتخبنا على الشوط الثاني وفعلا عاد من بعيد، وعاد محمد صلاح الفرعون المصري اللي يسجل هدف رائع جدا من تسديده صاروخيه في شباك غينيا بيساو. انا معاك على الهوا دلوقتي والنتيجه 1-1. طيب لو انتهى اللقاء 1-1 هل النتيجه مرضيه؟ هل مستوانا في التصفيات او مستقبلنا الموضوع هيبقى صعب معانا ولا لسه فرصنا قائمه، خاصه ان النهارده بوركينا فاسو عندها مباراه في ملعبها بنعتقد يعني بشكل كبير ممكن تحسبها،
ففي حالة ده هيتقلص فرق النقاط ما بينك وبين هو لحد دلوقتي المفروض مصر 9 نقاط، ده المركز الأول، غينيا بيساوي المركز الثاني 5 نقاط، بوركينا فاسو المركز الثالث 4 نقاط، وسيريليون 4 نقاط في المركز الرابع، صح؟ صحيح، لكن بعد التعادل، في حالة تعادل المنتخب الوطني الأول هتبقى مصر 10 نقاط، غينيا بيساوي 6 نقاط، بوركينا فاسو عندها 4 بس لو كسبت النهارده بالليل هتبقى 7 نقاط. هتحصل لعبة الكراسي الموسيقية من جديد في المجموعة، صحيح ستظل مصر على صدارة المجموعة لكن هيظل معاها القلق. فرق ال5 نقاط هيتقلص إلى 3 نقاط مع منتخب بوركينا فاسو العميد القوي الشرس اللي وضحت قوته وشراسته أمام منتخب مصر في المباراة اللي كانت الأسبوع اللي فات وفوزناها بشق الأنفس بهدفين مقابل هدف، وهيبقى المجموعة متعثرة جدا وهيبقى بيدي لبيدي عمرو، هيبقى منتخبنا محتاج بقى يفوز في كل المباريات اللي جايه، مش محتاج يفقد نقاط، خاصه ان احنا لينا مباراه مع منتخب بوركينا فاسو. صحيح هي هتبقى خارج وجدوكو مش عندهم في بوركينا، لكن هتبقى خارج مصر في النهايه وهتبقى على ملعبهم، ولو النقاط بقى في فرق 3 نقاط ما بيننا وبين منتخب بوركينا فاسو، لا انت كده مش محتاج تفقد نقاط تانية قدام اثيوبيا، قدام سيراليون، قدام جيبوتي، قدام غينيا. كم مباراه ده طبعا النهارده 4 مباريات، هيكون فاضل لنا كده 6 مباريات. تمام. لان طبعا انت عارف المجموعه، طبعا احنا عندنا النهارده ده الجوله الرابعه، فاحنا مش محتاجين ان احنا نفقد نقاط في المباريات الجايه. صح. انت عارف طبعا المجموعه صعبه، المجموعه شرسه، لكن في مجموعات او في منتخبات هتكون في المتناول، عندك جيبوتي، عندك سيراليون، عندك اثيوبيا، منتخبات تقدر تجمع منها نقاط، لكن الاهم والمهم انك تفوز على اثيوبيا خارج ملعبك، لان لو النهارده منتخب مصر تعادل مع غينيا بيساو، لا الموضوع بقى صعب، ورجعت تاني للقلق، رجعت تاني للتوتر، رجعت لعبه الكراسي الموسيقيه في المجموعه. زي ما انا قلت لك بنعيد تاني، في حاله تعادل منتخبنا الوطني الاول هنبقى 10 نقاط، وفي حاله فوز بوركينا فاسو اليوم وده الاقرب يعني هتبقى 7 نقاط. ولو ان شاء الله باذن الله تعالى منتخب مصر جاب جون تاني، لا بقول لك مبروك مصر في كاس العالم، لو مصر فازت النهارده بقول لك مبروك مصر في كاس العالم بنسبه 95%. شباب كنترول، طمنوني ايه الاخبار؟ الاخبار مصر هاجمه بشكل قوي. صحيح. طبعا. ما انا بقول لك الشوط الثاني النهارده ظهرت شخصيه المنتخب الوطني الاول، ظهر اداؤه الجميل، ظهرت قوته الهجوميه متمثله في محمد صلاح، متمثله. طب ليه دايما بنتاخرين؟ ليه بنتاخر؟ شوف يعني شوف يعني على فكره بغض النظر عن مين المدرب اللي بيدرب المنتخب، دايما بنتاخر ولازم تبقى اخر حاجه، مش حاجه تنقض دي، ولا انا غلطان يعني؟ صحيح صحيح، لكن بشكل عام، بشكل عام زي ما انا قلت لك الشوط الاول لم يحضر المنتخب ولا جهازه الفني ولا هو ده اللي انا بقوله. ليه الى ملعب 24 سبتمبر بغينيا بيساو ما شفتش غير تيشيرتات المنتخب في الملعب، 11 تيشيرت موجودين في الملعب، لا يوجد اي انسجام ولا توازن ولا خطه ولا اداء ولا هجوم ولا اي شيء. لكن الشوط الثاني خلينا نديهم حقهم. طيب. خلينا ندي الكابتن حسام حسن تغييراته فعلا اثرت بشكل ايجابي على المنتخب، واضح جدا الناحيه السلبيه اللي كانت عندنا في مباراه بوركينا فاسو وهي اللياقه البدنيه، لا الشوط الثاني اتحول اللياقه البدنيه لصالحنا وكنا احنا الاقرب وكنا احنا الاقوى. طيب. واضح انطلاقات المنتخب عن طريق زي ما الجبهات اللي عملها في الشوط الثاني، هو عمل جبهه ما بين زيزو ومحمد صلاح وجبهه تريزيجيه مع محمد حمدي، وضحت من خلالها شخصيه المنتخب. امام عاشور خد حرية اكتر في الانطلاق، وشفنا امام عاشور الهاف ديفندر بيدخل وبيسدد وبيضيع، وشفنا دوتوهات جميلة في الملعب، عشان كده منتخبنا الشوط الثاني كان اداؤه اقوى مع الكابتن حسام حسن، كانت شخصيته حاضرة. النتيجة مرضية حتى الان على فكرة، بالمناسبة عشان اطمن الشعب المصري، نتيجة مرضية، تعادل مقنع، لكن منافسة لا تزال شرسة، منافسة لا تزال في الملعب، منافسة لا تزال على الورق، لم يحسم المنتخب الوطني الاول احنا كلنا صعوده، لكن شتان الفارق ما بين المنتخب الوطني الاول اذا نجح في الفوز على غينيا بيساو ووصل للنقطه 12 والعلامه الكامله، وشتان الفارق ما بين، ركز معايا في النقطه ديت، ما بين ان المنتخب الوطني الاول يتعادل مع غينيا بيساو ويصبح طبعا رصيده من النقاط 10 نقاط وتفوز بوركينا فاسو اليوم ويصبح نقاطها 7 نقاط ويبقى في فرق بينك وبينهم ماتش وجيم. صح. وعندك ماتش معاهم بره ملعبك ولسه عندك
على القيل هتعد لك بقى التاريخ بتاع زمان، عقدة ليبيريا مع جورج واي طبعا، مع جورج واي طبعا، وعقدة زيمبابوي ومباراة الطوبة اللي اتعادت في ليون في فرنسا. فطبعا هيتعد لنا الذكريات المؤلمة ونفضل على أعصابنا حتى الرمق الأخير. ليه منتخبنا دايما بيحطنا كده؟ ليه منتخبنا دايما يعني بيحدث ليه آخر لحظة لازم يعني ليه؟ هو ده منتخب مصر دايما سمه من سمات المنتخب الوطني الاول ان يحط جماهيره تحت ضغط حتى اي بس بوركينا فاسو حضرتك يعني في اخر في اول خمس دقائق احنا جبنا جونين وريحنا، حصل هبوط تمام لرتم اداء المنتخب الوطني الاول، وفي الشوط الثاني نجح بوركينا. طيب هذا الهجوم اللي في البدايه في الشوط الاولاني في اول خمس دقائق ولا ست دقائق نقدر نجيب اربع تجوان وثلاث ده راجع لكابتن حسام حسن صحيح وتعليماته صحيح. طب التعليمات ان المره دي كانت ايه في اول البدايه يعني؟ والله شوف على فكره مفيش مدير فني عاوز يتغلب، مفيش مدير فني بيقول للعيبه انزلوا اقفوا في الملعب. الشوط الاول زي ما قلت لك اداء متراخي من اللعيبه، غياب تمام للروح للثقه للاداء للتوازن. طب الكابتن حسام حسن بشكل عام اخباره ايه من وجهه نظرك؟ لو النهارده كمدرب طبعا يعني المنتخب المصري لو خدنا اربع نقاط انا بقول ان حتى الان لا يزال افضل من غيره لكن لا تزال زي ما انا قلت لك التعادل هيكون مقنع، الاداء مرضي، لكن انا ما بتكلمش عن الماتش ده في مباراتين بوركينا فاسو ومباراه غينيا بيساو لسه لم يتحسن شكل المنتخب الوطني الاول للدرجه المطلوبه، للشكل اللي بيتمناه الجمهور المصري، للحلم اللي حلم المصريين مع الكابتن حسام حسن. ولكن تبقى الامان ممكنه، يبقى كل الاحتمالات وارده، تبقى كل امال وطموحات الجماهير المصريه قائمه. ناقص كام دقيقه يا جماعه؟ بصعودنا ان شاء الله لكاس العالم 26 مع الكابتن حسام حسن، وده الحلم اللي حلمه ملايين المصريين، حلم الكابتن حسام حسن، حلم الكابتن حسام حسن حلمه ان هو يقود منتخبنا ويصعدنا لكاس العالم زي ما عملها لاعبا هيعملها مدربا، عملها 89 بهدفه في شباك المنتخب الجزائري تحت قياده الجنرال حسام حسن، وسجل في شباك الجزائر واحنا كاس العالم وكان قائد لينا امام هولندا وايرلندا وانجلترا. بعد اعوام واعوام واجيال واجيال بيتمنى المصريين والشعب المصري والجمهور المصري بصعودنا لكاس العالم مع التوام او الابناء المدللين للشعب المصري حسام وابراهيم حسن. يا رب. اربع نقاط للمنتخب الوطني الاول في مباراتين بتمنحك ايضا الصداره والاعتلاء مجموعتك، لكن خد بالك عشان الناس اللي بتقارن لا منتخب حسام حسن هقول لك حاجه يمكن مش هتتقال في اي قناه، هو لاعب من سوء حظه اقوى منتخبين معاك في المجموعه هم المنافسين ليه. كابتن عوني على فكره الماتش خلص 1-1. طيب تمام يبقى كلامنا كده زي الفل. طيب نفس الكلام اللي حضرتك قلته من شويه، هذا التعادل معلش قوله تاني، بنقول تعادل مرضي، اداء مقنع، لكن منافسه شرسه في الملعب، لا تزال منافسه المنتخب الوطني الاول على الصعود لكاس العالم 2026 لا تزال في الملعب. فوز تعادل المنتخب الوطني الاول مع منتخب غينيا بيساو بيرفع رصيدنا العشر نقاط، بنظل على صداره المجموعه، لكن علامه استفهام الفارق ربما يتقلص مع منتخب بوركينا فاسو اليوم الى ثلاث نقاط في حاله فوز بوركينا فاسو في ملعبه، وهنا هيبقى الموضوع صعب. وبقى المباراه الجايه هيكون بيلعب معاه عندهم اعتقد سيراليون او اثيوبيا النهارده. لكن بشكل عام منتخب بوركينا فاسو النهارده عنده مباراه سهله على الورق. تعادل منتخبنا الوطني الاول النهارده مع الكابتن حسام حسن زي ما قلت لك بيخلينا 10 نقاط. اداء المنتخب في الشوط الثاني اداء قوي، وضحت شخصيه الكابتن حسام حسن، وضح نزعتنا الهجوميه، وضح تسيدنا للقاء من بدايه الشوط الثاني الى نهايته، وضحت الانسجام ما بين محمد صلاح وتريزيجيه وزيزو وامام عاشور ومحمد حمدي ومحمد هاني ووفا اللاعب المهاجم الصغير السن مهاجم نادي انبي. لا ادائنا في الشوط الثاني اتغير تمام، لكن الشوط الاول زي ما قلت لك ما كانش فيه حضور للمنتخب الوطني الاول ولا شخصيته ولا ادائه ولا لعبته. شفت 11 تيشيرت فقط للمنتخب الوطني الاول في الشوط الاول، اداء متخاذل اصفر عن تقدم غينيا بيساو بهدف
هدف عشوائي جدا، هدف من خطأ كارثي لرامي ربيعة اهداله الكرة اللي سددها بسهولة جدا في شباك المنتخب الوطني. انتهى الشوط الاول بتقدم غينيا بيساو بهدف للاشيء، لكن زي ما انا قلت لك الشوط الثاني اتحولت الكفة، تحول الاداء، تحولت الشخصية، قشر الفراعنة عن انيابهم وظهر سود الفراعنة في وجه غينيا بيساو، وفعلا بنزول امام عاشور وتحرك ظاهري الجنب محمد هاني ومحمد حمدي ووضع حرية لتريزيجيه ومحمد صلاح وزيزو وضحت شخصيتنا وسددنا اكتر من كرة، اضعنا اكتر من هدف. لكن النقطة الايجابية هي عودة محمد صلاح، عودة شخصية محمد صلاح، هدف صعب، هدف مؤثر، ربما يكون سبب من اسباب صعودنا لكأس العالم بالمناسبة، لان برضك ايضا شتان الفارق ما بين تعادل المنتخب الوطني الاول وهزيمة المنتخب الوطني الاول. زي ما انا قلت لك صحيح كنا نمني النفس بالفوز والاعتلاء الصدارة ب 12 نقطة بقى والانفراد بالصدارة بعيدا عن كل المنتخبات اللي بعد كده، لكن ها هي قدر الله ما شاء فعل بالظبط كده نقطة افضل من لا شيء في ظل برضك معاك. صحيح هي مش منتخبات اسمائها كبيرة لكن طموحاتها كبيرة، عندها لعيبة كتيرة، شفنا منتخب بوركينا فاسو عنده مجموعة محترفين، عنده شخصية، عنده لياقة بدنية عالية، شفناه هنا في الشوط الثاني متأخر بهدفين سجل هدف وكان يقدر يتعادل معانا. لكن عشان اديك طاقه ايجابيه لمنتخبنا الوطن الاول، يا ما ادينا في تصفيات كاس العالم وما كناش بنصعد، يا ما لعبنا بشكل جميل وما كناش بنصعد، ليبيريا ضيعت مننا الحلم بهدف جورج واي، زيمبابوي ضيعت مننا الحلم بفرنسا بالكره اللي ضيعها مجدي طلبة الحارس الجروبيلار الحارس الشهير لمنتخب زيمبابوي، وخرجنا خارج التصفيات وكنا بنادي اداء قوي، اداء جميل، مره مع الكابتن حسن شحاته ومره مع الكابتن جوهري مره مع طردلي. يعني عايز اقول لك ان في تصفيات كأس العالم المهم تجميع النقاط، حتى الان 10 نقاط في 4 مباريات لا على الورقة والقلم، في ظل انك لعبت 2 منتخبات هم الاقوى، هم المنافسين ليك، بوركينا فاسو وغينيا بيساو مع الكابتن حسام، خدنا 4 نقاط لا هم مرضيين تماما. مش بالشرط، وظل لو بصينا على المجموعات التانية كلها مفاجآت. شفنا النهاردة شفنا منتخبات صغيرة، شفت لسوتو، لسوتو انا ما اسمعش عنهم من ايام تابان سوتو حارس النادي الاهلي في التسعينات او الثمانينات، ما اسمعش عنهم، معتلي الصدارة. شفنا الجزائر نتائجها سلبية، شفنا منتخب الكونغو الديمقراطية بيعمل نتائج حلوة، شفنا منتخب السودان العربي اللي على صدارة مجموعته النهاردة في حالة فوزه طبعا على جنوب السودان بيعتلي صدارة مجموعته، معاه مين؟ معاه السنغال، سود الترنجة، معاه منتخبات كبيرة، معاه منتخب الكونغو الديمقراطية. شفنا طفرة في تصفيات كأس العالم، فحتى الآن ما حصلش أي مفاجأة أو انتكاسة. طمني على تونس. تونس طبعا ماشية كويس، طبعا تونس هم طبعا من المنتخبات تاني منتخب بعد منتخب الكاميرون في أكتر عدد المنتخبات اللي هي صعدت لكأس العالم. دايما أقول نصير قرطاج هم حريف التصفيات كأس العالم، وده الفرق اللي ما كان ما بين مصر وتونس على فكرة. الناس اللي هي بتهاجم منتخبنا على بعض الأداء السلبي في الشوط الأول، لا طب ما هو تونس ما كانتش بتأدي لكن كانت بتصعد لكأس العالم. فسمت المنتخبات في كأس العالم، عشان أكلمك كلام موضوعي وكلام منطقي، خلينا خلف حسام حسن، أداء مقنع، تعادل مرضي، منافسة لا تزال شرسة، لا تزال في الملعب، وهي دي تصفيات كأس العالم. لكن بكل الاحتمالات، بكل العناوين، بكل المعاني، منتخبنا على صدارة مجموعته، منتخبنا لعب كل الفرق المنافسة، لعب بوركينا وفاز عليها، لعب غينيا بيساو وفاز عليها، عندنا مباريات إن شاء الله تكون سهلة في الفترة الجاية، عندنا أثيوبيا، عندنا سيراليون، عندنا طبعًا لعب غينيا بيساو عندنا هنا في مصر، منتخب بوركينا مش هيلعب في ملعبه بالمناسبة، هيلعب بره وجدوجو وبوركينا فاسو هيلعب، لأنه طبعًا من المنتخبات اللي الفيفا مش موافقة إن هي ما عندهاش الملاعب بتاعتها صالحة للعب في ملعبها، فبعتقد لسه كل الأماني ممكدة، لسه كل الاحتمالات واردة. لكن بنتطلع الشكل يبقى افضل، الاداء يبقى افضل، لكن انا بتمنى بقى ده لسه ست مباريات ان نبدا على طبعا هم 10 مباريات في المجموعه. نبدا من حيث انتهى المنتخب، انتهى المنتخب النهارده باداء قوي، بسيطره، بشراسه هجوميه. صحيح كنا نمني انفسنا ان احنا نفوز بالثلاث نقاط، لكن قبل ما حسام حسن يتولى قياده المنتخب الوطني الاول اكثر المتفائلين قال احنا عايزين 4 نقاط من مباراتين بوركينا فاسو وغينيا بيساو. انا بعيد تاني،
هما المنتخبين اللي بينافسونا على صدارة المجموعة. ادي انا طيرت منهم واحد في ملعبه النهارده خليته محلك سر. تعادلك مع منتخب بنفسك بتخليه محلك سر كده في مجموعته. هو كده بقى عندهم 6 نقاط، فرق 4 نقاط، وهيلعبك هنا في ملعبك لو فزت عليه بقى فرق 7 نقاط. فاحنا كده طيرنا غينيا بيساو بره الليله خلاص. حلو، اديك بقى اديك الدواء بمعلقتين. منتخب بوركينا فاسو في حاله فوزه النهارده هيبقى رصيده 7 نقاط، عينينا بقى تبقى على بوركينا فاسو. لكن في ظاهرة صحية لتعادل المنتخب الوطني الأول النهارده مع منتخب غينيا بيساو، وحتى لا قدر الله طبعا ما تمناش إن بوركينا يفوز، لكن زي ما قلت لك الاحتمالات كلها، زي ما قلت لك منتخبنا يتعادل بوركينا ربما تفوز النهارده ويبقى الفرق 3 نقاط. هتعمل حراك في المجموعة، هتحيي امال الفرق اللي بعد منك اللي هي كانت فقدت الامل. صح. وده مهم جدا. ليه؟ ان هي هتبتدي ممكن مره تعلق البوركينا، مره تعلق غينيا بيساو، لان خلوا بالكم المنتخبات اللي هي زي اثيوبيا وزي سيراليون وزي جيبوتي، يعني لو كانت بره التصفيات ممكن تلعب باداء متراخي مع بوركينا فاسو، لكن حتى الان لو منتخب عنده 3 نقاط وبوركينا 7 نقاط او كذا، يبقى لسه عنده احتمالات، لسه في 6 مباريات، في امل. ودي ظاهره طبيه، ظاهره صحيه لتصفيات كاس العالم. بشكل عام زي ما انا قلت لك منتخبنا النهارده الشوط الاول شوط سلبي، اداء متراخي، الاداء كان عشوائي، ما حضرش منتخبنا، بعثتنا لم تسافر في الشوط الاول الى غينيا بيساو. لكن الشوط الثاني وضح تعليمات الجهاز الفني الكابتن حسام، وضح الروح اللي احنا كنا بندور عليها في منتخبنا. نعم. اتعادلنا لكن مسيطرين. اتعادلنا فقدنا نقطتين لكن هجومنا كان حاضر. عظيم. عملنا اللي علينا في الشوط الثاني زي ما انا بقول لك، بكل معاني كرة القدم بكل الاحتمالات ستظل مصر على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ايا ما كانت نتيجة. طيب. مباراة بوركينا فاسو كابتن عون، يعني ان شاء الله كأس العالم 2026 ده هيكون في امريكا وكندا والمكسيك، صح كده؟ صحيح. هو في 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 هذه النظم اتغيرت بحيث انك انت ما بقاش في عندك 32 منتخب هو اللي هيشاركوا، في تقريبا 48 او 49 منتخب اللي هيشاركوا في كاس العالم لاول مره، يبقى ينتقل العدد المنتخبات من 32 الى 48. صحيح. صح ولا 49؟ انا مش فاكر 48 او 49. تمام. ليه ده حصل يعني ككاس عالم؟ كرة القدم أصبحت صناعة، أصبحت شهوة الشعوب، أصبحت كاريزما الشعوب، هي مسرح الرياضة المصرية والرياضة العالمية، هي السينما اللي الشعب والجمهور والبيوت والأسرة بتتفرج عليها. كرة القدم النهاردة هي الحاجة الوحيدة اللي بتجمع اللي بيتفرق بالشعوب. كل لغات العالم، اللي بيتكلم إنجليزي بيتكلم فرنساوي، بتجمعه لغة واحدة هي لغة كرة القدم. صحيح. بتجمعه حاجة واحدة هي مشاهدة مباريات كرة القدم ومتعة كرة القدم. عرفنا ما عرفناش اللغة الأرجنتينية لكن عرفنا مارادونا، ما عرفناش اللغة البرازيلية لكن عرفنا بيليه، ما عرفناش اللغة السنغالية لكن عرفنا بابا ديوف، عرفنا لعيبة كبيرة، عرفنا كريستيانو رونالدو وميسي. رونالدو وميسي. فإذا ما تسألنيش سؤال وإجابته معروفة، لأن كرة القدم دايما أقول لك هي بتجمع فيما فشلت فيه السياسة. اللي بتفرقوا السياسة بتجمعوا كرة القدم، واللي بتفرقوا الحروب بتجمعوا كرة القدم. هي هل ده معناه انك انت في عندك منتخبات من قارة افريقيا يعني تبقى عددهم ازيد مثلا في المشاركة؟ شوف بشكل عام، بشكل عام يمكن المنتخب المغربي بعد النتيجة الكبيرة والانجاز اللي عمله كأول منتخب عربي افريقي يصعد للدور قبل النهائي في كأس العالم الماضية، وصعوده للدور قبل النهائي كأول منتخب عربي افريقي يصعد ويشرف القارة الإفريقية اللي مع عمرها في حياتها منذ مهد كرة القدم لم تتعدى إفريقيا دور الثمانية، اللي وصلت ليه عدد من المنتخبات، يمكن الكاميرون كأس العالم 90 مع مصر وصلت لدور الثمانية واتغلبت من المنتخب الإنجليزي، منتخب غانا طبعا، وضربة الجزاء الشهيرة لأساموجيان اللي أضاعها في باراجواي طبعا في كأس العالم أدام أورجواي آسف، وخرج المنتخب السنغالي بعد نتائج جميلة جدا في كأس العالم من دور الثمانية. لكن المنتخب المغربي وأسود الأطلسي رفعوا رأس القارة الإفريقية، رفعوا رأسنا قدام العالم وعملوا شكل كويس، عملوا نتائج مرضية ووصلوا للدور قبل النهائي، عشان كده زودوا عدد المنتخبات الإفريقية. ودايما إفريقيا على فكرة إفريقيا ولادة، إفريقيا تقدر تفوز بكأس العالم، لكن في مشكلة عندنا هنا في المنتخبات الإفريقية. ليه بقى؟ حاجتين أنا رصدتهم على مدار أكتر من 20 سنة في العمل الصحفي، حتى من أما أنا كنت طالب في الجامعة وبذاكر رياضة وكورة.
منتخبات افريقيا ما عندهاش ولاء لمنتخباتها اكتر ما عندها ولاء للاحتراف الخارجي. ما عندهاش حب لبلادها اكتر ما عندها حب للماده وللفلوس، دايما بيخافوا على رجلهم، دايما عندهم تعالي لكره القدم. كنا بنشوف الكاميرون 90 تفوز على على الارجنتين في اولى مباراه كاس العالم بهدف لا شيء، بتفوز على بروتشاجا وعلى مارادونا، وبعد كده الاداء بيتراخى في المباراه اللي بعد كده وبتطلع من دور ال 16 او دور الثمانيه. بنشوف السنغال بيفوز على فرنسا في كاس العالم، يمكن البطوله دي السنغال عامل فيها نتائج طيبه، بيفوز على فرنسا في بهدف بابا ديوب في افتتاح كأس العالم، ويطلع لنا بقى طبعا برونو ميتسو الراحل، جيل جميل قوي لأسود الترانجا، طلع لنا الحاج ديوف وطار، وطلع لنا طار، لعب لنا لعيبه كتير قوي للمنتخب السنغالي اللي عملت شكل كبير قوي. اليو سي سي طبعا كان موجود معاهم وعملوا نتائج كويسه قوي، وفازوا على فرنسا بهدف بابا ديوب، وصعدت السنغال بعيدا وشرفت القاره الافريقيه. يمكن خرجت بقى من دور الثمانيه بضربه جزاء طبعا اللي اضاعها طبعا اسامواجيان، لكن رفع العالم القبعه للمنتخب السنغالي. من هنا العالم ابتدى يحترم القرى الافريقيه، ويمكن القرى الافريقيه لو مش موجوده بمنتخباتها هي موجوده بمحترفينها. عندنا محترفين كتير على مدار تاريخنا شرفوا الكاميرون ومصر وتونس والسنغال وكل اللعيبه ديت، لعبت في انديه انجلترا وايطاليا واسبانيا، وطلعت لنا من ايام تيتي من ايام تيتي كامارا مع المنتخب الغيني، من ايام شعبان نوندا مع منتخب الكونغو، من ايام طبعا روجيه ميلا طبعا نجم المنتخب الكاميروني. عندنا طبعا عندنا لعيبه كتير، صامويل ايتو طبعا. فالقاره الافريقيه ولاده، هي صحيح مش ولاده بمنتخباتها لكن ولاده بلعبتها. لكن بشكل عام ما حقق المنتخب المغربي من صعود للدور قبل النهائي فتح شهيه الفيفا، فتح شهيه العالم لزياده عدد المنتخبات الافريقيه في كاس العالم. بس نفسي نصعد لنهائي كاس العالم اي منتخب عربي او افريقي، او على الاقل يعني ناخد المركز الثالث، يعني نكسر الرقم اللي حققه المنتخب المغربي عند المركز الرابع، وده يمكن زي ما قلت لك انجاز غير مسبوق. وهقول لك حاجه جميله للمنتخب المغربي، انا قصدي المنتخب المغربي ايضا في بطولة 86 كان أول منتخب عربي إفريقي يصعد للدور التالي، ما كانش قبليه في منتخب إفريقي أو عربي تخطى الدور المجموعات في كأس العالم. وبالمناسبة في بطولة كأس العالم الماضية وفي 86 فاز المنتخب المغربي هنا على البرتغال، وفاز عليه على البرتغال، وكأن المنتخب البرتغالي هو تميمة الحظ للمنتخب المغربي. ايضا في عوامل تانية وقفت قدام طموحات المنتخب الافريقية، عوامل المؤامرات والتحكيم اللي كانت بتتعمل. المنتخب البرازيلي تآمر ايضا على منتخب المغرب في بطولة كأس العالم، وتعادل مع وانهزم من النرويج، واطاح بالمنتخب المغربي طبعا خارج البطولة بمؤامرة يعني يعلمها القاسي والداني في البلاد. ايضا طبعا مؤامرة خيخون الشهيرة اللي اتعملت على المنتخب الجزائري من المنتخب الالماني مع منتخب النمسا، اللي تعمدوا لعب الكرة في منتصف الملعب من اجل الخروج بنتيجه تطيح بمنتخب كذا. فزي ما انا بقول لك بيدي لبيدي عمرو، منتخبات الافريقيه بتمنى ليها التفوق، بتمنى وجوه جديده. انا شايف اسماء جديده ومنتخبات ابتدت، شفت غينيا الاستوائيه ابتدى يبقى ليها تواجد، شفت المنتخب المالي، شفت منتخب الكونغو الديمقراطيه، ويمكن ده منتخب معروف. لكن اسمح لي يا كابتن عوني نرجع تاني للماتش بتاع النهارده، معلش. انت شفت الماتش الاولاني كامل وتقريبا ثلاث ارباع الماتش الثاني؟ صحيح صحيح الشوط الثاني، لا اكتر من ثلاث ارباع الشوط الثاني. تمام، تعليقك ايه؟ رايك في الحكام ايه؟ بعض الاحيان نفضل نقول الحكام هم السبب، اصله هو كان منحاز. لسه دلوقتي انت بتشرح لي ان في بعض المنتخبات في العالم في يبقى فيه يعني شبه مجاملات مجاملات وكده. صحيح صحيح، شايف في عنصرية. بالمناسبة أنا آسف أنا أخطأت التعبير، في عنصرية في عنصرية، أنا أخطأت التعبير، في عنصرية دي للمنتخبات العربية والمنتخبات ده بشكل عام كأس العالم بشكل عام. طبعا تعليقك إيه على التحكيم مع مصر وغينيا بيساو النهارده؟ والله إن حكم في الشوط الأول كان حكم أنا شايفه في الشوط الأول ما أداه بشكل طيب جدا، والدليل إن هو أنظر اتنين من لعيبة غينيا بيساو لتعمدهم الخشونة ضد لعيبة المنتخب في دقيقة واحدة، إداهم اتنين إنذار. لكن الشوط الثاني في كورة انا ما اعرفش ازاي ما حسبهاش، امام عاشور راوغ كل لعيبه المنتخب الغيني وتوغل، وكان بقى طبعا رايح يجيب جون
فطبعا اعاقوا اللاعب على حدود منطقه الجزاء انا شايف ان ممكن كان تستحق مش كارت احمر لكن على الاقل انذار، وطبعا ضربه حره مباشره حدود المنطقه ما اعرفش الحكم تغاضى عنها ازاي. لكن بشكل عام النهارده الحكم، لا حكم اداؤه كان كويس، يمكن دي ما تكونش متعمدها، لكن بشكل عام اداء الحكم السوداني كان اداء طيب اداء مرضي. لكن نتكلم عن منتخبنا مع حسام حسن في مباراتين بوركينا فاسو ومباراه غينيا بيساو، برضو ما بين التحكيم، برضو التحكيم اخباره ايه؟ راضي عن النهارده اداء مرضي، اداء مرضي، اداء الحكم مرضي، مفيش حاجه مؤثره جدا باستثناء كره امام عاشور بالظبط، لكن تمام. الحكم سوداني كان محترم، وبعتقد الحكم ممكن يكون ساكن في فيصل عندنا يعني. ربنا يعني طبعا اخواتنا السودانيين على دماغنا وعلى راسنا واشقائنا، ودايما مصر بقول لك، وغالبا الحكم النهارده كان سوداني برضو، ما انا بقول لك قاعد في فيصل ممكن يكون طبعا اشقائنا السودانيين اللي بيسمعونا على دماغنا وعلى راسنا طبعا ومصر، وبنتمنى لهم على فكره منتخب السودان عامل طفره في التصفيات، ولكل ضيوف مصر 9 مليون طبعا اهلا وسهلا بيهم. ما هي ام الدنيا، ليه ام الدنيا بتحتضن كل الدنيا. تمام نرجع طبعا نرجع تاني لمنتخب السوداني. بالمناسبة عايز اقول عنهم كلمتين، المنتخب السوداني عامل نتائج طيبة جدا جدا في التصفيات، معاه مين بقى؟ هو على صدارة مجموعته بعد منتخب السنغالي، وتبقى له مباراة مع منتخب جنوب السودان. في حالة فوزه سيعتلي الصدارة على مين بقى؟ على منتخب السنغالي وعلى منتخب الكونغو الديمقراطية. مجموعة متشابكة، مفاجأة جدا لو بعد اربع جولات المنتخب السوداني، اعتقد على مدار كل التصفيات اللي قبل كده انا ما شفتش منتخب السوداني كان بيوصل للنتائج ديت. فاز قبل كده على منتخب الكونغو الديمقراطية اللي طبعا عامل نتائج كويسة في مجموعته، وفاز طبعا على منتخب امبارح على المنتخب الاوغندي، وايضا منتخب السنغالي فاز خارج ملعبه، فمجموعة قوية. لكن المنتخب السوداني عامل نتائج كويسة جدا، بنتمنى له ونتمنى لأشقائنا السودانيين نشوفهم بقى في كأس العالم، ويبقى من رحم المعاناة في عز الحروب وفي عز الأزمات. نتمنى يصعد المنتخب السوداني ويعيد البسمة والفرحة على شفاه وعلى وجوه الوشوش الطيبة، وشوش أشقائنا أطيب شعوب العالم، الشعب السوداني وأشقائنا اللي مصر بتطلهم انتوا دايما على الراس، ودايما مصر فاتحة لكم زراعيها وشرفونا وتأنسونا. ونرجع لمنتخب الوطن الاول. كابتن عوني بعد اذنك تاني، بعد اذنك ايه عايز اعرف يعني المفروض ان احنا الماتش اللي جاي المنتخب هيلعب مع مين؟ الماتش اللي جاي هنلعب اثيوبيا خارج ملعبهم، بس خارج خارج ملعبهم هم، خارج ملعبهم. وده لا هو ملعب، هو الماتش بتاع اثيوبيا، ولكن هم عندهم مشاكل من المنتخبات بس حتى الان لم يحسم، ممكن يتلعب في اثيوبيا او بره اثيوبيا لسه لم يحسم الموضوع بعد. لكن في منتخب تاني مش هيتلعب عندهم، بوركينا فاسو. بوركينا هل ده راجع ان مثلا ممكن يكون الملاعب عندهم مش مجهزه؟ الفيفا مش موافقه بشكل عام، لكن بشكل كبير منتخب مصر عنده مباراه خارج مصر. متوقع ايه مع اثيوبيا؟ لابد ان احنا نفوز، لا بديل الا عن الثلاث نقاط. في حاله فوز المنتخب البوركيني اليوم، انا خلينا نتكلم على اعتبار كده مبدئي ان مصر 10 نقاط وبوركينا 7 نقاط. والله لو جت هديه من السماء وبوركينا النهارده اتغلب او اتعادل هنقول ايه؟ هنقول يعني طبعا جت هديه من عند ربنا. لكن بشكل عام، منتخبنا خلاص عنده 6 مباريات في غايه الصعوبه، في غايه الشراسه. مفيش بقى فرق دلوقتي بين منتخب كبير ومنتخب صغير، مفيش نقطه لا تشفي ولا تسفي من جوع في ظل الصراع الشرس ما بين منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو. متوقع مع اثيوبيا احنا نعمل ايه كمنتخب مصر؟ طبعا لا، الكفه لصالحنا، الاداء لصالحنا. منتخب اثيوبيا يمكن في تصفيات حتى الان بعيد تماما، نتائجه سلبيه، مش عامل اي نتائج ايجابيه حتى الان، منتخب ضعيف مش منتخب قوي. لكن اياك والمنتخبات الصغيره، قلت لك قبل كده ليبيريا، طلعتنا من تصفيات كاس العالم بهدف جورج ويا، زيمبابوي طلعتنا من كاس العالم بعد المباراه اللي اتعادت، مباراه طبعا الطوبه الشهيره، وتعادت في مدينه ليون الفرنسيه، وضيع بقى مجدي طلبه اشهر الكرات الضايعه لمنتخبنا اللي لعبها طبعا في الحارس الزيمبابوي جوربيلار. وخرجت مصر قبل كده ايضا، منتخب سيراليون طلعنا قبل كده بره التصفيات. فاياكم والمنتخبات الصغيره. حتى الان زي ما انا بقول لك نتائج مرضيه للمنتخب الوطني الاول مع الكابتن حسام، اداء بيتحسن نسبيا، وخاصه زي ما انا قلت لك انت مغلوب في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني
لياقتك البدنيه كانت موجوده، شخصيتك كانت حاضره، نزعتك الهجوميه كانت حاضره، اضعت اكثر من هدف، فانا خلاص انت عملت اللي عليك، ما حسيتش بتقصير. بقى الشوط الاول مش هنقف عنده، واقول لك ان الشوط الاول انا شفت 11 تيشيرت، ما شفتش 11 لاعب، ما شفتش بعثه المنتخب كانت موجوده، ولا جهازه الفني ولا لعبته ولا خطته ولا اداؤه، لكن الشوط الثاني يمحو او يجب ما قبله. الشوط الثاني كان في اداء قوي، كان في تميز لزيزو ومحمد حمدي وتريزيجيه وامام عاشور. امام عاشور اللي انا يمكن بعيب على الكابتن حسام حسن ان عادوا على دكه البدلاء النهارده. انت النهارده لعبت باتنين ديفيردر، لعبت بحمدي فتحي ولعبت بامام عاشور، كم بمروان عطيه، اسف، مروان عطيه وحمدي فتحي، كنت تقعد حمدي فتحي وتلاعب امام عاشور. منتخب غينيا بيساوي مش هو المنتخب قوي اللي تديله يعني الاهتمام الزائد. يمكن الهدف اللي جابوه زي ما انا قلت لك، هم كل نشاطهم كان عن طريق طبعا بابا بلدي صاحب الهدف وجيفرزون، وطبعا اللاعب طبعا لاعب سميديو طبعا عملوا انطلاقات من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال اللي ساعدهم على ده. عدم الـ 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 طبعا التقهقر الدفاعي طبعا لمحمد هاني ومحمد حمدي، كانوا بينطلقوا الامام وكانوا سايبين وراءهم طبعا مساحات خاليه. ايضا لعيبه خط الوسط النهارده في الشوط الاول ما كانوش حاضرين تماما، ما شفنا تباعد ما بين الدفاع والوسط والهجوم، بل بالعكس شفنا اخطاء دفاعيه من ثنائي الوسط حمدي فتحي ومروان عطيه في ترك مساحات للاعيبه غينيا بيساو اللي شفناهم يمكن من الدقيقه 33 حتى طبعا احراز الهدف عن طريق بابا بلدي في الدقيقه 41، شفناهم توغلوا واستحوذوا وكانوا بيوصلوا المرمى بكل سهوله بكل عشوائيه. الشوط الثاني شخصيتنا بقى وادائنا والتغييرات اللي عملها كابتن حسام حسن، قال لك مش هو ده المنتخب القوي اللي يسجل فيك ويحرجك ويطلعك مغلوب الشوط الاول. لكن بشكل عام منتخب مصر 10 نقاط، منتخب مصر تخطى منتخبين اقوياء جدا وهم المنافسين الاقرب لينا، منتخب بوركينا فاسو بالفوز عليه 2-1 عندنا هنا في القاهره، والتعادل مع غينيا بيساو خارج ملعبه هو ايضا منافس اخر، وتظل بقى المجموعه كده لعبنا كده لعبه الكراسي الموسيقيه، احنا قومنا المنتخبات على بعضها كده. انا اقول لك لغه تحليليه، قومنا المنتخبات المجموعه كلها على بعضها. سيراليون ممكن توقع اثيوبيا، واثيوبيا ممكن توقع بوركينا فاسو، وغينيا بيساو ممكن توقع كده. اديت الامل، اديت الطاقه، هي يمكن رب ضارته النافعه. صحيح كنا نمني الانف ان احنا نفوز بالثلاث نقاط، لكن نقطه افضل من لا شيء في ظل اداء مقنع، في ظل شخصيه حاضره، في ظل تواجد للمنتخب الوطني الاول، ومنتخبنا سيصعد الى كاس العالم 2026 مع الكابتن حسام. وكل الاماني وكل الطموحات وكل الامال موجوده، والفتره دي بس بطلب من الجمهور المصري، بطلب من الشعب المصري، خليكم خلف منتخبنا ان شاء الله، واحنا 10 نقاط واحنا متصدرين مجموعه. كابتن عوني نافع الناقد الرياضي، كل سنه وحضرتك طيب، عيد سعيد علينا جميعا يا رب، وان شاء الله نلتقي قريبا باذن الله تعالى. كل سنه وحضرتك كل سنة طيب، ونلتقي ومنتخبنا ان شاء الله في كاس العالم يا رب يا رب. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده، وبكره نفتح صفحات جديده في مستقبل بلدنا مصر. تصبحوا على خير.